شيء غريب يحدث للطعام. بتلك الجملة استهل الأمريكيون مئات مقاطع الفيديو على منصة تيك توك، حيث لجأوا إليها لعرض الأطعمة من فواكه وخضروات التي اشتروها من سلاسل المتاجر والمحلات. فقد بدت الأطعمة أشبه بالمطاط والصلصال، ولا تبدو على الإطلاق أنها صالحة للأكل. من بين هؤلاء كانت التيك توكر الشهيرة آري أوزبورن، التي حكت أنها اشترت التوت الأزرق لصغيرتها لتفاجأ بأنه مصنوع من السيليكون. صاحبت الفيديوهات آلاف التعليقات من أصحاب التجارب المشابهة، مؤكدين أن هناك مؤامرة ما تحاك بشأن الطعام الذي يقدم لهم في المحلات، لذا تعهدوا بتجنب تلك الأماكن والشراء مباشرة من المزارعين. فهل توافقهم؟ وبرأيك ماذا قد يكون السبب لما يحدث في طعام الأمريكيين؟